صباح الخير ساندي، صباح الخير محمد، وتحية لكم مشاهدينا من نادي دبي للصحافة الذي يشهد انطلاق فعاليات الدورة الثانية من دبي بودفست الذي ينطلق بمشاركة نخبة من صناع المحتوى الصوتي الذين سيناقشون مستقبل تطوير صناعة البودكاست وسبل تنميته واستدامته. وللحديث أكثر عن فعاليات هذه الدورة يسرنا استضافة دكتورة ميثاء أبو حميد مدير نادي دبي للصحافة. مرحبا، صباح الخير. صباح النور، وشاكرة لمؤسسة دبي للإعلام تواجدها في مثل هذه الفعالية المهمة. اليوم لدينا نخبة من صناع المحتوى الصوتي نتشارك معهم ونتواصل معهم فيما يحتاجه اليوم البودكاست العربي، المحتوى العربي الصوتي المسجل. ما الجديد خلال هذه الدورة؟ ما الذي أضفتموه عن الدورة السابقة؟ فلدينا عدة أمور نتكلم عنها خاصة في هذه الدورة، أجندة متنوعة، فعاليات مصاحبة، مثلا لدينا ورش عمل وتدريب للإعلاميين اللي عندهم قبول واهتمام بدخول في مجال التصوير والتسجيل الصوتي. كذلك لدينا دورة أخرى للإعلاميين المحترفين في هذا المجال ومساعدة عددهم للوصول إلى المليون مستمع عفوا. لدينا أجندة مختلفة نتكلم فيها عن أهمية وجود المحتوى العربي الهادف، كيفية الاستدامة المالية لهذه المنصات. نعمل كذلك مع مؤسسات إعلامية نشطة في هذا المجال وتساعد فيها الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية لنشر المحتوى الصوتي المسجل على منصاتها. كذلك اليوم نشهد توقيع اتفاقيات مختلفة مع رواد المنصات الصوتية، منها رايزنج جاينت. كذلك لدينا حضور أكثر عن 300 من الإعلاميين الناشطين في مجال المحتوى الصوتي.